التقرير المرحلي الأول حول فعلية الحقوق الأساسية بالأقاليم الجنوبية تتلى تفاصيله هنا بالدخلة. عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد محمد حراني سلط الضوء من خلال التقرير على المقاربة الحقوقية بالأقاليم الجنوبية التي يرى التقرير بأنها ترتكز على 7 محاور متكاملة، من ضمنها الحق في الولوج في الخدمات والحقوق الأساسية والرفاه الاجتماعي وحماية الطفولة. وأشار التقرير أيضا إلى أن تشخيص واقع الحال الفعلية للحقوق الإنسانية الأساسية المتضمنة في التقرير الأولي يحتم رسم رهانة سيعمل النموذج الجديد للتنمية على معالجتها من خلال المقاربة التشاركية. وقد اعتمد هذا التقرير المقاربة الحقوقية كأساس ارتباطا مع الميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس في سنة 2011 في نوفمبر 2011 بالضبط، وهو عبارة عن تقييم لفعلية هذه الحقوق سواء من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، الثقافية، البيئية، يعني جميع النواحي، إيمانا منا بأن أي تنمية لابد أن تكون مؤنسنة لتأخذ بعين الاعتبار انتظارات الساكنة المحلية. حاولنا نجمع مختلف تصريحات لجميع المتدخلين، المجتمع المدني، ناس معنيين، وحاولنا نقربها من الواقع الحقيقي هي المقاربة القانونية. بعد قراءة التقرير المرحلي الأول انطلقت أشغال الورشات الثلاثة. الأولى تهم الولوج إلى الخدمات الأساسية والرفاه الاجتماعي والمعارف والتكوين والتنمية الثقافية، في حين همت الورشة الثانية الإدماج وأشكال التضامن والحوار الاجتماعي والمدني والشراكات المجددة وحماية الطفولة، في حين الورشة الثالثة سلط خلالها الضوء على حماية البيئة والحكمة المسؤولة والأمن الاقتصادي والديمقراطية الاجتماعية. احنا غنقدموا لهذا التقييم ديال العرض ديال تقييم الحقوق الاساسيه، وهذا وفي الورشات غادي ندخلوا شويه في التفاصيل، والهدف هو انه هو استقطاب توصيات من طرف جميع الفئات، جميع الفاعلين في هنا. ويعمل هذا التقرير على وصف يتناول الحالة الراهنة للتنمية البشرية في الجهات الجنوبية الثلاثة، وقد تم تجميع الملاحظات التي بنى عليها التقرير من خلال لقاءات في عين المكان مع أكثر من 1000 شخص يمثلون شرائح واسعة من الأطراف المعنية، كما تم اعتماد تلك الملاحظات انطلاقا من استعراض معمق لمعطيات إحصائية وتقارير إخبارية وتحليلات موجزة من قبل مصالح الإدارة المركزية والإدارة المحلية، وكذا من قبل الهيئات والجمعيات الدولية. هي التقارير تجمع بين قسمين، تجمع بين أهل الخبرة المجلس الاقتصادي الاجتماعي وبين آراء التي تطرحها الساكنة التي تعبر عن آمالها وألامها وتطلعاتها للمستقبل وما تراه يناسب تقدم وضعيتها في جميع المسائل الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية. وصل يعني رسائل جد مهمة، هو ما يخص الجانب الاقتصادي وفيما يخص الجانب الاجتماعي وكذلك الجانب البيئي وحتى كذلك يعني الجانب الحقوقي. اللقاء الثالث وفعلا اللي تقدموا به في المستوى نقول لك بصراحة وفيه الخير والبركة لجميع المناطق الجنوبية، ولكن احنا بقينا تطبق ويسنتوا للساكنة كل ما يهمنا واقتصاد منطقتنا وتنمية منطقتنا وأمن منطقتنا بأنفسنا. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سينظم لقاء وطنيا يومي 7 و8 من شهر مايو المقبل حول دور العنصر الثقافي في وضع النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية، لما هذا العنصر من أهمية كرافع لخلق الثروة ولإنعاش التشغيل وكخزان للإبداع في جميع تمظهراته.